هاد الهاشتاغ هذا اللي شفنا، انا غنقول رايي المتواضع، اي خص السيد فوزي القجع يمشي اولا يدير واحد البحث مطوله، واحد البحث مطول داخل الجامعه، داخل الاعضاء ديال الجامعه، لان هناك اعضاء اللي مسؤوله على هذه القرارات التحكيميه الظالمه في حق فريق الرجاء البيضاوي. خصنا نعرفوا شكون هما هاد الناس اللي كدير هذه القرارات التحكيميه. بغينا نعرفوا حنا شكون هما هاد الناس اللي كدير هذه القرارات التحكيميه، شكون هما هاد الناس اللي كتعتبر باللي الهبطي الهبطي هذاك واحد ضربو عطى فيها الحبس واقيلا هذيك وقال لك ماشي بيلانتي. بغينا نعرفوا شكون السبب في هذه القرارات التحكيميه. اي لاربيت سيفلا، ولكن خصنا نعرفوا واش كاين شنو كيدور في الكواليس ديال التحكيم. الكواليس ديال التحكيم خصنا نعرفوا شنو كيدور فيهم. الحكم كيجيب طوموبيلته كيحطها قبل ما نهار لاربيت كيقولوا لي الو غتمشي تحكم داك الماتش. خصنا نعرفوا شنو كيدور في الكواليس. هادوك لي زابيل تيليفونيك اللي كيدوروا ما بين لاربيت ومعلم الله بين من في الجامعه خصنا نعرفوهم، خصنا نراقبوهم. خصنا الاربيط فاش كيدخل فاش كيدخل التيران كيبدا يقيد، خصنا نعرفوا الاربيط سيدي شنو كيدور في الكواليس، خصو يتراقبوا في الكواليس. اذا هذه هي النقطه اللي خص القجع يديرها. تو سامبلوم لا نبقاو ندوي بزاف. القجع خصو يراقب هاد الامور باش ما تنوضش الفتنه، حيت فريق الرجاء بالتحكيم ولا بلا تحكيم غيبقى كبير. فريق الرجاء العالمي بالتحكيم ولا بلا تحكيم سيظل وسيبقى فريقا كبيرا، ابا من ابا وكره من كره. القضيه ديال التذاكر خاص فوزي القجع حتى هي من الامور اللي خصو يراقبها، حتى هي من الامور اللي خصو ينتبه ليها ويشوفها ويعرف باللي هذوك التذاكر اللي تنهبوا، دوك التذاكر اللي تشفروا وداروا بهم ما بغاو ما خصناش نسكتوا عليهم. حنا انا كمشجع مغربي ما خصنيش نسكت عليهم، هذا رايي متواضع. وشوف بزاف ديال الامور، مي لما كيولي واحد الفريق مظلوم اولا يعني كيتزاد الظلم في حقه اكثر من الانديه الاخرى، اكثر من الانديه الاخرى، هنا كيولي ذاك الفريق اولا الجماهير ديك الفريق، لان فريق الرجاء عنده جماهير ماشي عاديه، فريق لانه هو اصلا فريق ماشي عادي، وبالتالي الجماهير ديالو كتسنى الانتصار. كيخسروا الفرقه فاش كتخسر كيدوروا اللعابه تفيقوا معانا الله يرضي عليكم. فاش كيولي الخساره بعد قرارات تحكيميه ظالمه كنوليو كنتجهوا للتحكيم والكواليس التحكيم. اذا من حق جمهور الرجاء يحتج ولكن مزيانه سيدي خصنا دار قرارات تحكيميه اللي في صالح جميع الانديه باش تبقى كره فيها الشفافيه. هادشي اللي طلب الجمهور، شوف هادشي اللي انا كنطلب. وتحيه لجماهير الرجاء العالمي. وشوف كلمه غنبغي نقول، شوف باش تزيد الكره الوطنيه لقدام خصنا نحيدوا المفسدين، خاص تحيد المفسدين في كل شيء في كاع لي دومين، وخاصه في كره القدم خاصو يتحاربوا المفسدين، لان ما حد كاين هاد المفسدين، ما حد الفتنه نايضه. الجمهور اصلا كيدخل التيران، الجمهور اصلا كيدخل التيران وعنده فكره باللي الرجاء محقود عليها. اذا كيف هذا الجمهور كيفاش غيدير يتعامل؟ وهذا الجيل اللي طالع اصلا طالع يعني كياخذ الى كسب بزاف ديال اللي زيدوا بزاف ديال الافكار. اذا حاجه اللي غنقول، الرجاء العالمي، الرجاء العالمي يمرض ولا يموت.